كما أعلن وزير العدل حافظ الأختام طيب لوح أنه سيتم فتح مسابقة خاصة لتوظيف طلبة القضاة والذين سيتلقوا حسب الوزير تكوينا لمدة 4 سنوات. نادية زعيد مرة أخرى. إننا سنعلن في الأيام القادمة على فتح مسابقة جديدة لتوظيف طلبة القضاة بعد أن انتهينا من إنجاز المدرسة العليا للقضاء الجديدة بمدينة القليعة، والتي تتوفر على إمكانات وطاقات تكوينية عصرية قادرة على تجسيد ما قمنا به من مراجعة وإثراء لمدة ومحتويات التكوين القاعدي للقضاة. بعد أن انتهينا من تعديل المراسم الخاصة بشروط الالتحاق بمهنة التوثيق والمحضرين القضائيين، فإنه سيتم أيضا الإعلان في القريب العاجل على تنظيم مسابقتين وطنيتين التحاق بهذه المهن، حيث ستحظى المناطق السهبية والجنوب بالنصيب الوافر في توزيع الفائزين.